هيكون مشتريات، فيلا خليكم مستعدين. ريحته على فكرة طبية، يعني مش ريحته تجميل في البشرة، كمان بتعزز المرونة بتاعة الجلد. عندك بهتان في البشرة فده بيشتغل بعين، تمام؟ بيعمل ايه؟ ماسك التين ده بيخلط ايه في جلوي كده. فيديو النهاردة هيكون مشتريات، فيلا خليكم مستعدين وتعالوا بقى نشوف حبة الحاجات الحلوة اللي انا جبتها النهاردة. والنهاردة جايبة من براند جديد اسمه استلين، ويارب اكون بنطقه صح. عاملين عروض 50% على كل حاجة عندهم، فيلا بينا نستغل العروض، ضروري جدا. جبت حاجات كنت محتاجاها، فجبتها انا واختي وصاحبتي، فتعالوا نشوف الحاجات اللي احنا جبناها والعروض ال 50% خصم اللي هم عاملينها. فاصل صغير ارجع لكم على طول. لايك الفيديو النهارده، سبسكرايب لو انتوا مش متابعيني، لو في حاجات في التشانل عندي خشوا قلبوا كده وعيشوا الحياه، بس ما تنسوش تفعلوا الجرس وانتوا بتشتركوا. يلا خليكم نبدا فيديو النهارده كده ونقول بسم الله، ومعانا المقص بتاعنا الحلو الجميل، ونبتدي كده نشوف الحاجات اللي انا جبتها. انا جبت بصراحه حاجه واختي جابت حاجه، ونفس الحاجه يعني انا واختي تشوفوا دلوقتي، وكمان صاحبتي جابت حاجتين. عاملين عروض 50% خصم، بصراحه هم نادرا لما بيعملوا خصومات بصراحه يعني هم عاملين 50% خصم وانا ما كنتش مصدقه. فجبنا منه بقى ايه سيرم، كنت محتاجه سيرم ل الحاجات اللي في بشرتنا للمسام، يعني اللي هي ايه تضيق، مفيش حاجه بتشيل خالص ولا بتقفل عشان تبقوا عارفين يعني، تمام؟ فكنا عايزين ايه حاجه تظبط شويه المسام بتاعه البشره، فجبت انا واختي نفس الموضوع اللي هو السيرم دوت اللي هو لونه اخضر زي ما انتم شايفين قدامكم كده، تمام؟ هو ده شكله، تمام؟ اهو تمام. تعالوا كده نفتح واحد ونشوف شكله من جوه. بصوا بقى يا نهار جمال، بصوا بتتفتح ازاي، بصوا شايفين، بصوا حلوه حلاوه مش طبيعيه، بصوا الشياكه مش ممكن. بجد الباكج حلوه قوي 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 قوي، معاها بامفرت بتاعها، وكمان هي بتيجي شكلها كده، تمام؟ بصوا الازازه نفسها شيك قوي، العبوه بتاعتها 40 ملي. طيب تعالوا بقى نقول بيشتغل على ايه. بيشتغل على ان هو شويه يقفل المسام، بس مش هيمحي المسام، فده هي يعني هيظبط كتير. بصوا ده شكله كده، وده اهو، وده شكله، بصوا ملمسه حلو جدا. هو ريحته على فكره طبيه، يعني مش ريحته تجميليه وكده، فريحته اكنك حاطه مصل طبي في وشك. طيب هو بيشتغل على ايه؟ انا هقرا لكم عشان انا ابقى قلت لكم صح. ده السيرم بخلاصه السلسليك اسيد، ده بيقلل المسام، وفوائده اضافه حمض السلسليك، ودي بتعمل مكونات نشطه على تحسين الشيخوخه، وكمان افراز توازن الزيت، وكمان بيشدد المسام يعني بيقفلها شويه، وكمان بيحسن ملمسها وبيخلي شكلها افضل وافضل، وكمان بيحسن من مظهر البشرة بصفة عامة، تمام؟ ده كان يعني قبل الأوفر، هو السيرم ثمنه 336، عليه 50% خصم، يعني تقريبا هيبقى مش عارفة 100 وكده كده. مش تحسبوهم بقى، مش المهم ان هي عليها 50% خصم، تمام؟ يعني استغلوا العرض، هيبقى 160 تقريبا. حلو قوي قوي بصراحة، انا كنت محترم ما بينه وما بين حاجه تانية كده، فلو طلع تمام بالنسبه لي هو كبراند وفعلا فعال، يعني اكيد هجرب حاجه تانية من عندهم، وبيجيب البامفريت ده. استغلوا الاوفرز اللي عندهم ان هم عاملين 50% خصم. بعد كده بقى صاحبتي جابت نوع تاني اللي هو لونه بني ده، تمام؟ اهو طبعا مش هفتحها، مش هقدر افتحها. خلي البنت تفرح كده وتفتح الباكج وايه وتناول الفرحه من جواه. طيب ده بيعمل ايه؟ انا هقرا لكم هو ده كمان البني دي بتعمل ايه. دي بخلاصه الكولاجين، دي بتشد البشره، فيها مكونات كولاجين، دي بتكافح الشيخوخه،
وكمان بتصلح من التلف اللي بيكون في الجلد، وكمان الخطوط اللي بتكون الجافة اللي في البشرة، كمان بتعزز المرونة بتاعة الجلد وبتخليه يعني شكله ممتلئ اكتر كده هوت. وكمان اي لو عندك بهتان في البشرة فده بيشتغل على كده، فده اللي هو لونه بني برضو نفس الحكاية. ثمنه 336، لو اشتريتيه هتاخدي عليه 50% خصم. طيب الجبنة ايه تاني؟ هقول لكم جبنة ايه تاني. بصراحة مش انا بقى هي اللي يعني هي جابت السيرم البني دوت، وكمان جابت السكراب ده برضو مش هفتحه، ده فيتامين سي. تمام اهو ده شكله اهو. هقول لكم بصوا بقى ده ماسك اللي هو الطين وخلاصة فيتامين سي وكمان كركم، هم 4 في 1 كده. ده مضاد اكسده ويوحد لون البشره وكمان بيشيل اي بقع بتكون موجوده كمان في الوش. يعني الكركم بيشيل الاوساخ وكمان بيشيل الجلد الميت، وكمان لو في اي حب شباب او اي بقع لحب شباب كمان بيبتدي ان هو يشيلها. في مكونات مضادة للالتهابات وكمان مضادات للأكسدة، مضاد للبكتيريا. الفيتامين سي اللي فيه ده بيساعد على تحسين المظهر بتاع البشرة. يعني ده تقريبا كل حاجة بتستعمليه ازاي. ان انت بتغسلي وشك عادي جدا وبتبتدي ان انت بتفردي طبقة بسيطة جدا على البشرة، بتسيبيه من 10 دقايق لربع ساعة، وبعد كده بتبتدي ان انت تشيلي الماسك من على وشك بميه دافيه طبعا. وما ينفعش ان احنا نشف غير بمناديل طبعا، بلاش اللي هي الفوطه، بنستخدمه من 2 لـ3 مرات في الاسبوع على حسب بشرتك هي محتاجه او لا. بس ده كان ثمنه زي ما قلت لكم 246، وده كان الحاجات اللي احنا اشتريناها اللي هما الثلاث سيرامات وكمان الماسك دوت. هم 4 حاجات في بعض كده، ماسك طين بخلاصة فيتامين سي والكركم، وده حتى شكله برضو ب 246. لما تشتريها تاخدي برضو عليه 50% خصم، بس الشحن تقريبا على حسب المكان اللي هيقولكوا عليه، فانتوا وانتوا بتقفلوا الفاتورة هم هيكتبولكوا تحت الشحن هيكون كام. ده كان فيديو مشتريات النهاردة اللي احنا جبناها من استلين، فبصراحة عجبتني قوي الباكج وعجبتني قوي شكل الحاجة، فمبروك علينا وهنجربه وهقول لكم برضو اذا كان حلو ولا لا. واكيد اكيد لو طلع بالنسبة لي تمام هجرب السيرامات التانية اللي هي كانت عجباني واكتر يعني. فشوفكم على خير في فيديو جديد، وقولكم دمتم دايما حلوين وتمام نفسكم، ومع السلامة.